لم يكن ينقص اللاجئين السوريين في المخيمات اللبنانية سوى العواصف الثلجية لتكتمل معاناتهم، العواصف التي اكتسحت المخيمات مؤخراً فاقمت من معاناة هؤلاء الذين كانت حالهم من دون هذه العواصف أسوأ حال بعد نكبات طويلة مع النزوح وافتقار المخيمات إلى أدنى أساسيات المعيشة من خدمات وماء وطعام وكهرباء وتدفئة. في الوقت ذاته ارتفعت أصوات المناشدات من أهالي المخيم ومن ناشطين سوريين تطالب بالتدخل حالاً وإنقاذ الأوضاع قبل حدوث ما هو أسوأ، خاصة أن كل شتاء تتكرر هذه المأساة في المخيم ذاته دون حلول جذرية ودائمة تحمي اللاجئ من كوارث طبيعية بعد عجزها عن حمايته من كوارث الحرب. هذه المخيمات في حالة يرثى لها في ظل نقص المساعدات وانقطاع الطرق المؤدية إليها، وكأنها أشبه بجزيرة من الثلج في أعالي البحار، إضافة إلى تلف الكثير من الخيام والمنازل المتواضعة من الصفيح والبلاستيك وتمر أغلبها. بين كوارث الحرب وكوارث الطبيعة، آلاف النازحين المحاصرين بالثلوج ينتظرون يدا تنتشلهم من هذا الموت البطيء، فهل يظل العالم عاجزا ومتفرجا على اللاجئين المدفونين تحت الثلج أم يتدخل لإنقاذهم؟